النهارده يوم 1 مارس، ولكن من عام 1958 ده كان يوم مولد كابتن احمد ناجي حارس مرمى النادي الاهلي السابق، وطبعا مدرب الحراس في الفتره الذهبيه للنادي الاهلي. قاد الحراس للفوز بالعديد من البطولات وحصد برونزيه مونديال الانديه في 2006، ومع المنتخب المصري كان ابرز انجازاته المساهمه في حصول الفراعنه على لقب وصيف البطل والوصول لنهائيات كاس العالم عام 2018 في روسيا للمره الثالثه في تاريخ منتخب مصر على الاطلاق. هنتعرف اكتر على تاريخ كابتن ناجي من خلال هذا التقرير، بعديه هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلام. اتفضل. واحد من أهم وأبرز نجوم الأهلي في عصره الذهبي، نجح مع كبير أندية مصر وإفريقيا كلاعب ومدرب، وخدم منتخب بلاده بكل شرف وأمانة إلى أن حقق حلمه ووصل إلى المونديال وهو مدرب لحراس مرمى الفراعنة. هو الحارس الأمين للنادي الأهلي أحمد ناجي. ولد ناجي في مارس عام 1958، وبدأ مشواره في القلعة الحمراء لاعبا في قطاع الناشئين، وظهر في جيل الكبار إكرامي وثابت البطل. مع الأهلي حصد ناجي كل البطولات المحلية والقارية، حيث توج بلقب الدوري المصري في 3 مناسبات ولقب بطولة الكأس في مناسبتين، كما كان له نصيب في الفوز بالبطولة الإفريقية مرتين، وشارك مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 1984. لعب ناجي لصفوف الترسانة وحصد معهم بطولة كأس مصر عام 1986، وبعد أن ترك الشواكيش لعب لصفوف منتخب السويس في نهاية حقبة الثمانينات، وساهم في حصول أبناء الغريب على المركز الثاني في بطولة كأس مصر. بعد اعتزال ناجي لكرة القدم اتجه إلى مجال التدريب، وشغل منصب مدرب حراس المرمى في أحد أهم وأقوى عصور الأهلي الذهبية مع البرتغالي مانويل جوزيه، حيث حصد لقب بطولة الدوري في 4 مناسبات ومثلها لكأس مصر، كما حصد دوري أبطال إفريقيا 3 مرات ومثلها لكأس السوبر الإفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية عام 2006. مع الفراعنة تولى ناجي تدريب حراس مرمى المنتخب في حقبة الأرجنتيني هكتور كوبر، الذي قاد الفراعنة للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في الجابون عام 2017 بعد غياب 7 سنوات كاملة، كما ساهم في بلوغ منتخب مصر لنهائيات مونديال روسيا عام 2018 بعد غياب دام 28 عاما. أحمد ناجي الشاعر الغنائي وصاحب الكلمات الرقيقة التي يدونها دائما على صفحات السوشيال ميديا أو في كتبه، استطاع أن يترك بصمة رائعة وتاريخية لاعبا ومدربا في تاريخ الأهلي ومنتخب مصر بمشواره المليء بالانتصارات والإنجازات.